نفس الاسلوب اللي يتبع المنتخب النرويجي يواصل ايضا. ومغربيه جميله عن طريق مصطفى حجي، بالامكان انه يتقدم، بالامكان ايضا انه يراوغ المدافع، يعمل له حركه حتى جول. هدف مغربي جميل جدا من المتألق جدا مصطفى حجي. برافو المغرب، برافو للمغرب بالهدف الجميل بالفعل لمصطفى حجي. البداية من طاهر الخلج الى رجل شوط المباراة الاول لا شك مصطفى حجي اللي يراوغ المدافع، وقذيفة مصطفى حجي في مرمى جروداس تعطي المغرب والعرب هدف. مدرب نيجيريا والثعلب خافي مدرب اسبانيا يفشوط راؤول. هو ده راؤول يا ولد لعبها حلو قوي فرناندو وايرو وراؤول الهداف. شوف لما طلع قدام، هو دي خطورته، لكن يلعب ورا صانع العاب ملوش خطوره. وادي كره جميله بتاعت راؤول لعبها حلو قوي، ضرب بيها خط الدفاع نيجيريا اللي كان واقف على خط واحد وياخدها مباشره راؤول في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني علشان يحمر الملعب هنا وتتقدم اسبانيا 2-1. لكن نقدر نقول ان هو يعني لسه فريق نيجيريا، وده درس مستفاد. اوكوتشا وفرناردو هيرو وجول ساندي مع جون ده، ما عملتش حاجة غيره، لكن جون ايه؟ جون تاريخي، يا جون وحلاوته، مش ممكن، يا ساندي اولسي، في الدقيقة 32، صاروخ أرض جو، اتفرج عليه زينا كده، زوبي زريتا اتفرج عليه زينا، محدش شافه في الملعب الا والشبكة. يا ولد عجون، هاتها من الشبكة لتالت مرة يا زوبي يا زريتا، مش ممكن على الماتش ده وحلاوته. الحاجي كرة بالكعب الى مونتانا، مرور جميل جدا، فترة جول، والهدف الروماني الاول في الوقت بدل الضايع عن طريق ادريان ايليا. اول اهداف رومانيا والمباراة بعد مجموعة تنقلات جميلة عن طريق ادريان ايليا. وحاجي تستقر على قدم ادريان ايليا، يسجل بكل اناقة في مرمى المنتخب الكولومبي في الوقت بدل الضايع من احداث شوط المباراة الاول. هذا إليا، شوف هنا التصرف الجميل جدا، لحظة مواجهة حارس المرمى. الجناح الأيمن هذا اللاعب بيرهوف، كرة أرضية بيرهوف باتجاه كلينزمان دخل في جزاء كلينزمان، والهدف الثاني، للألمان بإمضاء كلينزمان. مهارة فردية لهذا اللاعب داخل منطقة الجزاء. سنشاهد بالعرض البطيء كيف احسن التصرف بالكره العرضيه الموزونه الملعوبه من بيرهوف، وكيف احسن استقبال هذه الكره على صدره على الارض وداخل الشباك. نشاهد بالعرض البطيء استقبال وبباطن القدم بالزاويه البعيده، مهاره استقبال الكره بالصدر الى اسفل وليس الى اعلى، مهارة تقنية عالية لا يتقنها الا اللاعبين المميزين، وهذه هي اخطر مهارة للاعب داخل منطقة الضغط باستمرار. جواد ويلعبها حلوة المهدي، يمسك الكرة زيادة شوية المهدي، لكن يلعبها لجواد تاني ويلف الكرة حلوة وجوه الجول، يا على حلاوة الجول ده يا حميد يا رضا يا سيدي، يا على حلاوة الجول ده حميد يا رضا يا سيل، لكن مهدي هو اللي عامل اداها لجواد، وجواد عمل اوفر ما حصلش بالمقاس.
هنشوفها تاني اهو. شوف جواد عملها حلوة وعلى يمين كيلر. كيلر في مقتل ويجيب الجون الاول حميد رضا في الدقيقة 40 من زمن الشوط الاول. جون جميل، ضربة رأس رائعة ومحطوطة لب كده صغير صعب حتى يجيبها. وهيلعبها تيرا جوه الجول جوه الجول. لسه بقول لحضراتكم اللولبية جوه الجول في الدقيقة 20. خوتيه تيرا، شوف الكورة الثابتة بتعمل ايه؟ انا لسه بقول لحضراتكم بيبقى عليها هي بيجي منها باحصائيات اهداف كتيرة جدا. والموسيقى دقت هنا اهو واتكتب جون 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 على الشاشات هنا في استاد نانت هنا وزوار. واول ما بيجي جون بتضرب الموسيقى على طول. تقليد جميل هنا في كاس العالم. وجون جميل بلعبه لولبيه، هي دي اللولبيه بقى او الموزه او القوسيه، كل بقى المقوسه كل الحاجات دي تحت الكلام ده مع ميشيل ترنت. وترنت يرسل كره عاليه وهنا مع اول كريستين محاولة ايضا المانية خطرة. اوليفر بيرهوف وبراسه الذهبية ايضا يسجل هدف المانيا الثاني. براس اوليفر بيرهوف الذهبية بالفعل. المانيا تعود من جديد وتتقدم بهدفين لهدف واحد بعدما كانت خاسرة بهدف نظيف. لاحظوا هنا وهذا هو بيرهوف يسجل في زاوية مستحيلة على حارس المرمى، بالفعل في زاوية تبدو مستحيلة تماما على حارس المرمى. اوليفر بيرهوف يسجل هدفه الثالث في البطولة وهدفه الثالث بالراس، بالفعل شيء لا يصدق لهذا النجم اوليفر بيرهوف. لاحظوا هنا فرحة اندرياس كوبكا، المانيا كانت على وشك ان تودع البطولة. مايكل اوين داخل المنطقة والهدف الثاني لمايكل اوين. اخر نتاج للدوري الانجليزي. مايكل اوين اللاعب اللي يعشقه الجمهور الانجليزي كثيرا، هو من اكتشافات روي ايفانز مدرب ليفربول. مايكل اوين يسجل الهدف الثاني وتسبب في ضربة جزاء اصغر لاعب في الفريق الانجليزي. شوف مايكل اوين، انطلاقة رائعة لمايكل اوين، يعني الطريف في هذا اللاعب. عائلته كلها تحب نادي ايفرتون، النادي الثاني في مدينة ليفربول الانجليزية. وايفرتون مع ليفربول لقاءات لها طعم خاص. باتيستوتا وفيرون ولعبة رائعة والهدف التعادل. هدف التعادل من زينيتي يعيد الارجنتين الى الموقع مرة اخرى. مباراة فعلا رائعة وشوط اول ولا اجمل. زانيتي يسجل هدف التعادل بلعبة فيها طريقة رائعة نفذت. زانيتي اللي يلعب مع الانتر الارجنتين تعود الى المباراة.